بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عسني أن أقول، الرجل بشهادة الجميع من المحيط إلى الخليج، بشهادة المغاربة قاطبة قمة وقاعدة من طنجة القويرة، رجل كان يحب الجماهير فبادلته هذه الجماهير حبا بحب. الرجل كان وفيا وظل وفيا لمبادئه الفنية، لقيمه، لمعتقداته، لمقدساته، ومات على هذا العشق وهذا الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإحنا دائما كان يوصينا بالوفاء. رجل كان يؤمن بالوفاء، الوفاء في كل شيء، الوفاء للعرش، الوفاء للوطن، الوفاء للقيم، الوفاء للفن، الوفاء لهذا المغرب المجيد التليد. رجل كان يعني لا أزكيه على الله، رجل كان وفيا إلى أبعد 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 نقطة ممكن يتصورها أي امرئ. رجل يعني أحب وعشق الوطن، وأحب وعشق مهنته، ظل وفيا لها إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. اللهم تعالى اجعل أعماله تدعو له، أعماله يعني وخصوصا الأعمال التاريخية التي قدمها للأمة العربية. يعني يكفي القول أخي الفاضل، الرسالة والقادسية وبراءة الشهداء والخنساء والملك الصالح ورسائل إلى العالم وأولاد الحلال وشاعر الحمراء. رجل يعني رجل كما نقول مغربي حتى النخاع.